جزاكم الله خيرا، ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى قبيل منتصف الليل؟ وما هو الأولى، تقديمها أو تأخيرها؟ الذي يرتبط بجماعة يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، إذا صلى المسلمون يصلي معهم. أما الذي لا يرتبط بجماعة لكونه بعيدا عن المسجد أو هو وجماعته محصورون كلهم يرغبون التأخير، فتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إذا سهل. نعم.